أزمة الدقيق، طابور العيش، أزمة السولر، أزمة البوتاجاز، أزمات في البورصة. كل يوم نصحى الصبح على أزمة جديدة، أزمات بتأثر على جميع الناس، الغني قبل الفقير. هل أصبحنا عايشين في عالم الأزمات؟ خليكم معنا، عايزين نعرف الحل فين. الناس صبحت على أمرها مغلوبة، وقلة الحيلة صبحت سمة في أي مشكلة، والأزمة صبحت أزمات وبقت مزمنة، والناس بتعبر عن ردود فعلها مغمورة كانت أو مشهورة. فينا اللي بيخرج عن شعوره ويقتل أو ينتحر، أو بعدم اهتمام تلقاه، أو في اكتئاب تلقى نفسه محزونة. وكلامي ليك ياللي انت واقع حقيقي في أزمة ومحتاج لراسك التعبانة تتسند على وسادة ناعمة، هو سبحانه حاسس بيك بكل اللي نفسك فيه. يمكن يكون احتياج، أو في صديق الأمل خاب، أو افتروا عليك وأسلموك ومستنى العقاب، أو كل خططك فشلت والحظ، وحتى الحظ عنا غاب. اعرف، اعرف إن سبحانه إيده طايلة مهما كانت الصعاب. هو صاحب الكلمة الأخيرة، هو صاحب الحلول الغريبة والمثيرة. خلي إيمانك يغلب أزمتك، وارفع وثبت عليه نظرتك. لا يمكن، لا يمكن فيه هيخيب الظن، ده مهما كان حجم الأزمات هتلقى قلبه بيئن وبيحن. سلم له، سلم له الأمر، واقعد في الحضن واستكن، والحل في إيده جاي. وفكرك، خلي إيمانك يغلب أزمتك، وارفع، وارفع وثبت عليه نظرتك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الحل فين. موضوع حلقتنا النهاردة حيدور حوالين الأزمات الموجودة في هذا العالم. ضيوفنا لهذه الحلقة، ونشكر ربنا عليهم، الأخ طلعت فكري، أهلا يا أخ طلعت. أهلا بحضرتك. ودكتور مدحت الببلاوي، أهلا وسهلا بكم. أهلا. طبعا إحنا تعودنا على أول سؤال للدكتور مدحت، عايزين نعرف معنى كلمة أزمة أو أزمات. هو الحقيقة كلمة أزمة واضح من معناها أنه شيء بيحدث فجأة يعرض لضيق، عشان كده سمي أزمة، يعني أنا موضوع في موضع صعب. لكن هي في الواقع الأزمات ما هياش بتحصل فجأة. كل أزمة ليها دورة حياة، ليها مسببات، ليها أمور للي بيدرسوا الأزمات. والأزمات والتعامل مع الأزمات حالياً ده علم، علم إزاي نواجه الأزمات، مش لما تحصل لكن نتوقع حدوثها وناخد لبالنا ونحلل المواقف علشان لما تحصل الأزمة نعرف إزاي نواجهها. فهي ما هياش حاجة مفاجئة إلا إذا كانت لكوارث طبيعية، نتيجة زلازل، براكين، إعصارات. دي طبعا أزمات ما نقدرش نتنبأ بها أو نستعد لها، غير معروفة. لكن لو أزمات اقتصادية، أزمات أخرى عامة، دي أزمات أصبحت ممكن دراسة وتوقع حدوثها وتقديم للمجتمعات طرق تساعد الشعب وتساعد الحكومات للخروج من الأزمات
وحلها أثناء حدوثها. أخ طلعت، هل تعتقد بأن الأزمات لها تأثير فقط على الأغنياء أم هي تأثر على جميع أنواع أو فئات الناس؟ بعتقد طبعاً الأزمات بتؤثر على الكل، تؤثر على الفقير وعلى الغني، تؤثر على الشخص اللي في تجارة عظيمة، وزي ما قال الرب لينا من خلال كلمته وعلمنا في سفر الرؤيا، نيجي وقت بالأوقات في أزمات ويبكي تجار الأرض ومسميهم عظماء الأرض، والكل طبعا بيتأثر بأي أزمة مهما كانت الكبير أو الصغير. والأيام اللي عدت الفائتة والأسابيع بصفة خاصة شفنا بعض بلاد انهارت في اقتصاد وفي بورصات وفي تجارة وحاجات كتير جدا جدا بكل أسف. ولو بصينا في كلمة ربنا هنلاقي زي ما قال الكتاب في المزمور، عال ودون، أغنياء وفقراء سواء، الكل متساوي. فربنا يحمينا ويحفظنا من أي أزمة. أمين. أعزائي المشاهدين، حننزل الشارع ونسأل الناس عن رأيهم في الأزمات اللي بتمر بيهم. هي الحياة بتاعتنا كده، وإحنا خدنا على كده وتعودنا على كده، مفيش أي مشاكل بالنسبة للناس، والحياة ماشية على كده. وأنا برضك من ضمن الناس بقف في طابور وبتعامل بالعافية وبجيب كل حاجتي كده، مش أنا بس، كل الناس عامة على كده، وإحنا خدنا على كده. الأزمات دي بتيجي من قلة الضمير، طالما مفيش ضمير يبقى في أزمة. الأزمات سببها المشاكل اللي بتحصل في البلد دي، والرشوات والحياة ديت، والناس يعني بتبدي ناس عن ناس في حاجات. طبعا خايف، احنا في ايام خوف، وفي في الايام اللي جايه طبعا الواحد بقى خايف اكتر منها، من اللي احنا فيه. حاجه بتغلى والحاجه والناس قاعده عليها ومن غير شغل، والواحد لو جاب عربيه فول ولا وقف بيها ولا عربيه فاكهه وقف بيها كده على اي امه، تيجي الازاله تاخدها منه كده اهوت. مرعوب ليه؟ طبعا لازم، اذا كان انا كجيلي انا خايف، ما للاجيال اللي جايه دي اللي هتتظلم هيبقى ايه وضعها؟ أسكن كل حاجة بتغلى، كل يوم التاني أسعار بتغلى. الحمد لله أنا خاف لو أنا صحتي تعبانة، إنما طول ما صحتي كويسة ما بخافش من حد خالص. الخوف من الغلا اللي عمال بيحصل كل يوم ده، يعني إحنا مش عارفين نغطي إيه مصير الناس دي في الآخر في موضوع الغلا ده، هنروح لفين مثلا من الغلا ده؟ اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه في برنامجنا الحل فين. زي ما شفنا وسمعنا الناس قالوا ايه عن الازمات، عايزين نعرف من دكتور مدحت رايه في تعليق الناس او ارائهم على الازمات. الحقيقه يمكن سياق الحديث للناس عن ازمات اقتصاديه، ويمكن ده المقصود غالبا في أغلب المرات بالأزمات، أزمات ليها ارتباط بالاقتصاد، يمكن يكون في ذهن عامة الشعب أن الناس الأغنياء ما عندهمش أزمات. لا، هو الحقيقة زي ما تكرر الأخ طلعت وقال من كلمة الله الحية أن الأزمات تصيب الكل، الغني والفقير، الملك والغفير، الكل يصاب بأزمات تختلف من شخص لشخص. لكن الأزمات مش لازم بس تكون أزمات اقتصادية، في أزمات أنواع حديثة، في أزمات تأخر سن الزواج، وأزمات العنوسة، ويمكن ده يكون ليه ارتباط آخر بالحياة الاقتصادية. أزمات الإدمان، الناس من كتر ما هي محبطة ومش لاقي شغل بيحاول يفرج عن نفسه بطريقة معينة، بالقعاد على المقاهي، بالتسكع في الشوارع، بالتخريب، بالسرقات، كل هذه أزمات قد يكون لها ارتباط بأزمات اقتصادية. لكن هناك أزمة أخلاق، في أزمة في الأخلاق. أيوة، لأن الناس طلعت من المجال الفكري السليم، النضج الروحي اللي يخليه حتى في وسط الأزمة الاقتصادية يحتفظ بأخلاقه سليمة. أخ طلعت، أكيد في الكتاب المقدس في أمثلة عن ناس
مروا بأزمات، عايزين نعرف مين هما الناس دول وإيه رد فعلهم وسط الأزمة. الحقيقة في كلمة ربنا في أزمات كتيرة اكتس فيها الشعب، وأنا بيجي في ذهني أكثر من أزمة، لكن في عجالة أقول عن حادثة وردت في كلمة ربنا في سفر صمويل الأول أصحاح 30. عارفين أن داود مرنم، وزي ما قال الكتاب عنه مرنم إسرائيل الحلو، عارفين أنه عازف، عارفينه أنه بيعمل ألحان جميلة جدا، بنعرف أنه قائد ومنتصر، بنعرف أن ليه أسرة كبيرة جدا. لكن جه في وقت من الأوقات داود ومعاه رجاله وكثير من أفراد أسرته، أولاده وبناته ونسائه، فأول ما نزلوا وكانوا موجودين في مدينة اسمها صقلة، كانت في حادثة رهيبة جدا. كان في الحادثة دي بدأت بحريقة كبيرة جدا ومعاه برضو الشعب، وفوجئ انهم سابوا كثيرين في الوقت ده، واهم ما يخصه سابوا ناس من اسرته. الحقيقة كان في ازمة. فباختصار شديد داود ما كانش عنده حالة بس، لكن عنده مجموعة كبيرة فقدت، يعمل ايه؟ الشعب في الوقت ده وداود قعدوا يبكوا لغاية ما ملقيوش وقت قوة يبكوا، لم تكن لهم قوة على البكاء. فيخرج ازاي من الأزمة دي ويطلع ازاي من الظروف القاسية دي؟ عمل حاجة واحدة بس، اني ترك أمره للرب وتشدد بإلهه. وده اللي جه في كلمة الرب: في يوم دعوتك أجبتني. إيه اللي يحصل؟ تشجيع إله حصل له بقوة إلهية. التشجيع الإلهي اللي جاله رفعه وشدده، والرب حول الأزمة لبركة حين ذاك. وكتب في مزمور 30: حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا. وأنا شخصيا لما قريت الموضوع ده في وقت موقت، حطيت نفسي مكان داود، أعلنت أمام نفسي وبعلن قدام المشاهد إنها أزمة، أزمة عائلية، أزمة قاسية، أزمة شديدة، يعني الحقيقة أليمة من كل ناحية. طيب يا أخ طلعت، بس زي ما قلت حضرتك داود ده كان يعني شخص قريب جدا من الله. نعم. ففي خط اتصال بينه وبين الله. نعم. فعارف يعني في تواصل بينه وبين الله، فعارف الله بيكلمه بإيه ورد فعله إيه. لكن لو كان إنسان بعيد عن الله، ملوش علاقة مع الله، إيه سلوكه وسط الأزمة دي؟ مش شرط تكون الأزمة من النوع ده، أي نوع أزمة. نعم. من غير شك إن الله مكتوب عنه رب رحيم طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. والرب لأنه خلق الإنسان يعرف إمكانيات الإنسان ويعرف جبلة الإنسان. لو إنسان ما فيش تعامل خالص بينه وبين الله، ليه الإنسان ده ما يبدأش ويتعامل مع الله ويخطو خطوة إيمانية في البداية ويثق في إلهه إن الله يسمع صلاته؟ مكتوب في كلمة الرب: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كل بشر. طب عندكم أثام، أثام قد قويت علينا، عندكم معاصي، معاصي، معاصينا يعمل الرب فيها إيه؟ أنت تكفر عنه. الكلام ده لما حضرتك سألتيني السؤال جه في مزمور 65. الظروف القاسية بيقولوا احنا عندنا أثام وعندنا ظروف أليمة جدا وعندنا عجيج البحار وضجيج الأمم وأزمات من كل ناحية، لكن تعرف ربنا عمل معاهم إيه؟ أروي أتلامها، مهد أخديدها، بالغيوث يعني بالأمطار تحللها، تبارك غلتها. يمتلك الرب الأرض ويمتلك الحياة اللي فيها جدوة. يقول: كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما، تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة،
اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني غلالا، تهتف وأيضا تغني. شوف الرب اتعامل ازاي، شوف سمع الصلاة ازاي. الله ليس عن أي واحد منا بعيد، لكن يقول اطلب الرب ما دام يوجد. أمين. ادعوه وهو قريب. أمين. دكتور مدحت، هل للإيمان دور إذا مرت نفسي في أزمة؟ أكيد. هاخد الجواب من حضرتك، لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا بعد الفاصل. وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا الحل فين. سؤالنا كان قبل الفاصل للدكتور مدحت، هل للإيمان في حياتي دور في تلقي الأزمة؟ بلا شك الإيمان ليه دور كبير قوي في الأزمات، والشخص المؤمن في مواجهته للأزمات مختلف تماما عن الشخص غير المؤمن. الإيمان اللي يخلي الشخص بيواجه الموقف لكن عينه نحو الله. أمين. لا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا. أمين. أمين. أخ طلعت، هل الله يسمح بالأزمات؟ ولو سمح بالأزمات، لو كان هو بيسمح، إيه الغرض منها؟ الله بيسمح الأزمات لتنقية الإنسان وتدريب الإنسان وتعليم الإنسان. فقصد الرب من الظروف الصعبة، أني من الظروف الآكلة يخرج من الآكل أكل، ومن الأمور الجافية ومن الجافي حلاوة. فالله قصده من جهتنا، مقاصدك يا رب منذ الأزل أمانة وصدق. فالله أمين، والله صادق، والله لا يتخلى عن أولاده. ونسمح لهم الرب بضيق، لكن بيقف معهم في الضيق، معه أنا في الضيق، أنقذه أمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاص. فالرب ما يتخلاش عن أولاده أو بناته. عشان كده داود لما طلع من الظروف دي قال كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية تلتمس له خبزا. أمام هذه الأزمات العلاج، إلقى على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. فالرب هو اللي يخرج. طيب يا أخ طلعت، هل للأزمات اللي بتحصل في العالم الحالي بتحقق نبوءات في الكتاب المقدس؟ طبعا. أنا بعتقد اللي بيدرس في كلمة ربنا، وخاصة يشوف الأحداث اللي في سفر الرؤيا أصحاح 6 وأيضا سفر الرؤيا أصحاح 18، ويحط بس مع هذه الأشياء كلمات الرب يسوع المسيح في متى 24 واللي تكررت في مرقس أصحاح 13، بمعنى إيه؟ بمعنى أن تكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. فالمجاعات الحقيقة بدأت، والأزمات المالية والاقتصادية بدأت. فالغلاء اللي بتعاني منه بلدان كثيرة، وتدني القيمة الشرائية للعملة مهما كانت دولار أو جنيه أو دولار أو ليرة، تدنيها وسقوطها. والقيمة الشرائية دلوقتي قلت بنسبة كبيرة. طبعا ده كله بيرجع لأن الرب عايز حاجة، وإن كانت بتكلم عن نبوات مستقبلية لكن رب عايز حاجة، أضيق عليهم. ليه يا رب بتضيق عليهم؟ عشان يشعروا. زي الابن لما رجع لأبيه، إمتى رجع لأبيه؟ لما جاع، لما احتاج وابتدى يراجع نفسه. ولما راح مكان ولم يجد ملاذا ولم يجد مأوى ولم يجد مأكل أو مكان مريح، ابتدى يفكر في الرجوع والتوبة. فالله بيسمح بالأزمات تحقيق نبوات مستقبلية، لكن لمكسب الإنسان وعودة الإنسان إلى الرب. أمين. أخ طلعت، هل في طريقة في الوقت الحالي
اني اتفادى انا الازمات او ضرر الازمات في حياتي. ايه هي الطريقه؟ يعني عايزه اعرف الحل فين. حل فين؟ طبعا لو الازمات اقتصاديه او ماليه بصفه عامه يجب ان تكون الحسابات دقيقه، والانسان اللي بيكتسب في ظروف زي كده راجع نفسه، وفي نفس الوقت يكون في خطة سليمة واعية متزنة وراسي وعنده رزانة فكرية وإرادية في الخطوات القادمة. ولكن أي واحد في أزمة بيكتسب فيها دلوقتي مهما كانت الأزمة، مالية ولا اجتماعية ولا صحية ولا عمرية ولا أي شيء من هذا، أذكر له حاجتين مهمتين. قل للرب قد تضايقت، كن ضامني عند نفسك. الرب هيضمنك ويضمن ظروفك. لما اجتاز رجل من رجال العظماء في ظروف قاسية ما كانش يعرف يعمل ايه، قال له ليس فينا قوة ولكن نحوك أعيننا. فعنينا تبقى على الرب. مختصر مفيد، الالتجاء للرب. الامر الثاني، لما الشخص بيلتجئ للرب يبص للظروف يلاقيها غير مواتيه. ففي واحد اختبر الموضوع ده، قال مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونه، يبص الحقول لا تصنع طعام، يبص للغنم والبقر ما فيش في المزاود ولا في أيضا المراعي أي كائنات موجودة، ولكن في ذلك الوقت يقول إني أفرح أبتهج بالرب إلهي. الرب السيد بقى هو قوته، الرب السيد هو اللي يمشيه على المرتفعات، الرب السيد يجعل رجليه كالأيل أو الأيائل، يعني الكائنات السريعة جدا. فالرب يرفعك من الأزمة اللي انت فيها. أنا حاسس إنك ممكن تكون في أزمة صحية أو في أزمة مالية أو في أزمة اجتماعية أو في أزمة عمرية. سلم أمرك للرب، سلم حياتك للرب، سلم قضيتك للرب، سلم كل الصغائر والكبائر والأمور الموجعة في حياتك للرب، وهو يجري وهو يجري. أمين أمين. دكتور مدحت، ممكن نصلي مع المشاهد؟ أمين أمين. إذا كان حياتك فيها أزمة، بثقة وإيمان ارفع قلبك دلوقتي للرب. إلهنا الصالح، أنا بشكرك لأن إحنا في حياتنا ما احناش ريشة في مآب ريح. أشكرك يا رب. لا يا رب، ده احنا محفوظين فيك. أشكرك. نعم رب، أنا بشكرك لأن ماضينا غفر في دم المسيح. أمين. حاضرنا ممسوك في إيدك. مستقبلنا مضمون معك. أشكرك يا رب. لأنك وعدتنا حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. نشكرك يا رب أن ضيقات هذا الزمان لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. شعبك اللي في أزمات يا رب، مهما كان نوع الأزمة بحطهم أمامك الآن يا سيد. إلمس أنت القلوب لكي ما يوجهوا أنظارهم نحوك، وأنت وحدك اللي قلت لشعبك منذ القديم بمن تشبهونني وتسوونني. نعم يا رب، لا يعصر عليك أمر. أشكرك يا رب. أنت عرفتنا من البطن، تعرفنا في الشيبة وإلى الشيخوخة أيضا. كل أمور حياتنا أمامك وأنت قريب وقادر لكما تعيننا، قريب لكل واحد فينا وقادر أيضا أن تمسك بيميننا، بل وأن تحملنا على الأزرع الأبدية من تحت في وسط هذه الأزمات. أمين. نعم يا رب،
تشجيع لشعبك. آمين. توجيه لعنين شعبك في هذه الضيقات. آمين. لوجهك البسام. آمين. نبارك اسمك ونعظمك. آمين. 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 أعزائي المشاهدين، الرب يحفظكم في كل أزمة لو تعرضتوا ليها. وبكده احنا نوصل لنهاية الحلقة، ونشكر أحبائنا الضيوف، الأخ طلعت فكري شكرا جزيلا، والدكتور مدحت الببلاوي مرسي خالص ليكم، والرب يبارككم. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الحل فيه.